اخوتي السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نعرضوا فيه واحد المنتوج ايضا كيخدم بالسولير اللي هي لومينير سولير كما كتشوفوا على الصوره. هذا البرودوي اللي الان عنده واحد الاقبال كبير في السوق، ولانه تقريبا كيعوض 71% اللي كيعوض الطاقه ديال الضوء، يعني اللومينير اللي كتخدم بالضوء. هذه اللومينير هذه كتعوضها بواحد 60-70% من الناحيه ديال الكليراج. هانتوما كما كتشوفوا معايا هي الشكل ديالها، الشكل مزيان، ما كبيرهش بزاف، صغيره. كتشمل واحد اللوحه شمسيه كاينه في الظهر ديال اللومينير. كما كتشوفوا فيها 60 واط، فيها يعني ثلاثه ديال لي بارتي ديال 20 واط. وهذه البلاصه فين كتشد الكونسول، يعني البلاصه ديال الفيكساسيون ديالها، فيكسه عاديه بالكونسول ديالها، ما فيها حتى شي مشكل. فيها لا فيها واحد لوبسيون زوينه، فيها الفوتو سيلو اللي كتخدم مع الشمس، يعني كتخليها اوتوماتيك، الشمس كتحكم فيها باش تشعل بالليل وتشارجها بالنهار وخلاص. كما قلنا راه فيها واحد لا باتري انترن كاين تحت هذيك لا بلاك، هو اللي كيخزن الطاقه. لي كوموند ديالها كما العاده باش كتشعل، يمكن لك تشعلها مانيوال، يعني واحد النهار ما مسافر ما ولا ما بغيتيش الضو ديالها ولا شي حاجه، يمكن لك تطفيها في اي وقت. و الا ما خليتيها غادي تطفى مع طلوع الشمس، غادي تطفى، المساله باينه ما فيها حتى شي تعقيد. وفيها واحد المستشعر الحركه ايضا، الكليراج ديالها بالليل كيبقى نورمالمون، كيكون ايكونوميك، كينقص شي شويه، كيدري دوا شي شويه من بعد فاش كيدوز شي حد ولا تحس بشي حركه دايره بها كتجهد الضوء، يعني كتولي النيفو ديالها فوق باش تاكليري البلاصه، لان الا داير شي حد ولا شي حاجه ولا.